بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئه الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وذلك بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره يوليو المجيده ضمنها سموه وطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحه والسعاده وللشعب المصري الشقيق كل الازدهار والتقدم مشيدا سموه بالعلاقات الاخويه الوطيده القائمه بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الاصعده كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيه تهنئه مماثله الى معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.